يا قد ايه لنا مطالعين لايف يا لطيف. هلا حبيبي، ما تطلعوا بشعري بكره، رايحه اقص الغره، لانه لما الغره هيك بتصير هيدا الطول ما بقدر اخبركن، ما بتعود بتزبط. كيفكن؟ ان شاء الله منيح. هاي امولا، فقلت اليوم ما دام من بعد المقابلة الصبح اشتغلت من البيت وكيونا بعدها بالبيت مثل ما بتعرفوا وبتروح على المدرسة الأحد، يعني هاي آخر يومين من غير الشر قبل ما تروح على المدرسة. سو قلت بدي أقضي معها نهار بالبيت، أنا عم بشتغل وكل شوي هي بتشوفني حضري لي كيك، اعملي لي كب كيك، بدي بان كيك. شكرا حبيبتي، شكرا. هلا بعد شوي طلع، هلا رجع اجا ريتشارد. هاي ال، هلا اجا ريتشارد اخذها لكيونا، قال بدها تظهر تروحي تشتري غراض. قلت لها اوكي يلا روحي جيبي للمدرسه، انا حاطلع لايف وروح دغري على الجيم، فعشان هيك جيت بسرعه بتياب الجيم. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا منيح. خبروني هيك، سالوني كم سؤال قبل ما احكي بموضوع معين. اليوم حابه احكي عن موضوع هيك طلع بالي احكي فيه، لانه طلع بالي احكي بهذا الموضوع لانه استوحيت من بعض الاسئله او الاشياء اللي بتبعتوا ليها على الدايركت. ما فاتك شي حبيبتي، بعدنا مبلشين، وما تخافوا رح نزل اللايف على اليوتيوب. كيف بدك تشيلي الكرشه حبيبتي؟ بظن هيدي المشكله مشكله عالميه، صدقيني مش بس محليه وعربيه، شغله المشاغيل تبعت السيدات. ما فاتك الموضوع بعد، بس هلا رح اقول لكم شو هو الموضوع. مشكله الكرشه، هلا هاي شغله صدقوني اتس ريل ستوري، ترو ستوري. تعرفوا اذا انا بدي اكل شقفه كيك، ولما احكي كيك بحكي كيك نباتي مش كيك يعني فظع. هلا حبيبتي، هلا باهل لبنان حبيبتي، انا معكم على الخط على طول على الدايركت. اصلا اذا باكل كيك هالقد صغير نباتي انا عاملته بكون وعارفه بالضبط شو في بقلبه، انا بكون عارفه شو الكونسيكوينسز، بكون عارفه من بعد هاي قطعه الكيك شو راح يصير فيي، لانه انا عامله الجول بلادر العمليه من شي 15 سنه، ما بعرف اذا بالعربي المراره اسمها او الحصه ما بعرف، فمعدتي بتطول لتهضم الاكل، فشو ما باكل عندي نفخه وبتطلع معدتي. تخيلوا، يعني انا بدي اعمل جهد وجهيد لاقدر اعمل معدتي. يس ام وركينج على السكس باك، بس هذا له الموضوع 15 سنه، بدي بروح على الجيم وبعمل رياضه بالبيت والاكل والتوقيت ومثل ما بتعرفوا، بس يعني قصه الكرشه هاي، وبالاخص نحن لما بنكبر بالعمر المعده بتبطل تهضم الاكل صح، وهيدا وكله فوق هيدا وكله عنا ستريس بالبلدان العربيه، عنا طريقه اكل غلط، عنا توقيت الاكل غلط، عنا العلق غلط، عنا النوم غلط، فتخيلوا يعني اقل شيء يطلع لنا كرشه. اوكي سو هذا الموضوع بصدقوني بشوف حتى صبايا ضعاف وصغار عندهم كرشه، لانه يا الاكل مثل ما قلت لكم توقيته غلط، او في حساسيه عم ناكل اكل ما بيسائب جسمنا، او عم ناكل اكل فيه كتير ملح فهيدي تعبايه مي وبنصير منكرش. عرفتوا علي؟ سو هيدي مشكله طبيعيه، اللي بدكم اياه انكم تراقبوا شو جسمكم عم يتراكتوا، شو ليش اللي عم بيصير، ما وما تفتكروا حالكم لحالكم. كل سيده وكل صبيه عندها هاي المشكله، الا كندل يعني كندل جينر ما عندها اياها هاي، وانا متاكده بس تجيبوا اولاد رح تصير عندها. Do you believe in avoiding carb most of the time? No. I don't believe on avoiding anything for a long time. حتى السكر I don't say avoid it. بقول قد ما فيكن خففوا السكر، قد ما فيكن. يمكن الشغلة الوحيدة اللي ما بعملها أو بقولكن avoid it اللي هي الأشياء المقلية، بس شقفة كيك من هون وانتبهنا وعرفنا شو ناكل وشو نساوي، خبزي من هون، أنا بموت على الخبز، كتير بحب الخبز، بس ما بروح هيك بشتري أي خبز وباكل وباكله على الترويقة ومع الغدا ومع الرز، لا كله مخطط له امتى باكل حبه الرز. اذا اكلت اليوم مثلا تغديت مع كرونه الافوكا، اكلت هاي بعرف اسا كارب،
مش معناتها لا ممنوع محرم، لا باكل معكرونة وبحب المعكرونة اللي بعملها عايدي بالبيت كتير، بس بعرف انه اليوم من بعد الجيم بشرب شوربة، بكون عاقلي هيك مثل الشاطرة شوربة، بس شوربة يعني شوربة يعني مرقة خضار اللي هي هيك مثل الزوم يعني، مش شوربة كريمة وما كريمة مش هيك. فكل ما نكون محافظين وعارفين الوضع بيمشي الحال. لا حبيبتي التوقيت مش لازم يكون ثابت كل يوم عشان تروح الكرش، بس اهم شيء العشاء من بالليل ما يكون من بعد الساعه 6 ونص 7 بالكثير بالكثير. لازم معدتنا ترتاح 3 ل 4 ساعات قبل النوم. وانا هيك هلا عم مفتكره انه انتم كلكم صرتوا تناموا على 10، كيفكم على 10 بالليل مش اكثر من 10؟ اوكي 10 ونص بالويكند، لانه اي شيء من بعد 10 ونص بلشنا نفوت بال 11 12 بالليل خلص الجسم بيصير ريفايرد يعني ببطل النوم صح. يعني ما تقولوا من نام الساعة 12 الساعة 1 ومنقوم بكرة تاني يوم على 8 هاي 8 ساعات، لا مش نفس الشيء. بناكل 6 ونص 7 ومن نام على 10، ومن بين 6 ونص 7 على 10 منرتاح ساعة، فينا نشرب شاي هيربل تي اللي هو مثل زهورات مثل الكامومايل او مي، انا بحب المي الفاتره بالليل قبل ما نام، ونفس الشيء الصبح اول ما افيق بشرب مي فاتره قبل ما اكل بربع ساعه. When are you coming to Lebanon؟ ما بظن حبيبتي جاي على لبنان، ما بقدر اشوف بيروت مثل ما هي هلا، بدي انطر شوي ليتعمر بيروت، ما بقدر اعبر لك اياها بكل صراحه، ما بقدر انزل هلا على بيروت. وبالانيوي نحن هلا ما قادرين نسافر على اي بلد لانه بتعرفوا الاوضاع. اليوم بدي احكيكم بموضوع هيك على السريع، ومثل ما قلت لكم رح نزل هذا اللايف هاي ريان على اليوتيوب. من بعض الاسئله اللي بتوصلني والاشياء اللي بشوف الكومنتات، وعن جد ما بتقدروا بتتخيلوا قد ايه بيجيني دايركت بنهار، وعلى طول عندي وقت بنهار هيك كل ساعتين بجي وبجرب برد على الكل. فمعلش ما رح اقدر اقرا كثير هلا شو عم تكتبوا. فبحس كتير كتير من الناس بالأخص السيدات، بالأخص السيدات ليش عم بقول بالأخص السيدات؟ لأنه نحن too emotional. A lot of us, a lot of women, we don't live in our bodies, we live in our brains. شو معناتها؟ يعني نحن ما منعيش بأجسامنا. ويمكن هلأ تفكروا معي بهذا الموضوع اللي عم بحكيه وبعدين تلاحظوا انه عن جد انتو هيك بتعملوا، اكترية الناس هيك، بالاخص برجع بقول بالبلدان العربية، لانه عطول بالبلدان العربية منحس بقلتي وعطول لازم نكون عم نعمل شيء، واذا ما عم نعمل شيء قاعدين ما عنا شيء ما منشتغل قاعدين بس بالبيت منحس قلتي ومنكون ليزي ومنصير نفكر. So we don't live in our bodies, we live in our brain. ما منعيش بجسمنا منعيش بعقلنا، رح قلكم كيف. يعني نحن بحس we programmed مثل كأنه عنا ساعة، أوكي بنقوم بنركض بنلبس بنروح على الشغل بناكل أكيد، ليه؟ لأنه عنا هيدا الروتين، عنا هاي العادة إنه أي صار وقت الغداء بناكل بنشرب، وبنشرب أوقات من دون ما بنفكر شو عم ناكل وشو عم نشرب، منرد على الموبايل بنقعد على المكتب، إذا بالمكتب 6-7 ساعات عم نشتغل مفتكرين إنه نحن كتير شاطرين بهي الطريقة وأكتف، أو منقعد على الموبايل هيك ساعات منضلنا هيك على الموبايل. فنحن شو معناتها عايشين بعقلنا مش عايشين بأجسامنا، ما منسمع لجسمنا. فبقلكن أنا مثلا أنا كيف اللي فترة أكتر من 7-8 سنين I live in my own body، بسمع لجسمي، وما بعرف إذا لاحظت وجاوبت على السيدة اللي قالت لي I'm feeling down، مثل كأنه هي شيء صعب أو شيء ما لازم تحسه. I'm feeling down يعني أنا حاسة شوي هيك محبطة اليوم. خلينا نعطي حالنا السماح أو نسمح لنفسنا إنه to feel down، خلينا نسمح لحالنا نحس بالإحباط، نحس بالزعل، نحس بالتعب، نحس بالبسط، نحس بالإنسبريشن، نحس كل هالأحاسيس من دون مع طول to label ourselves إنه أنا يي أنا شوي down، أنا stress، أنا مبسوطة، أنا زعلانة، أنا حاسة قلتي. نحن بنهي إنسان، لازم نحس كل هالأحاسيس، لازم نحس بهالأحاسيس. نحن بالأخص السيدات اللي عندها أولاد، السيدات اللي بتشتغل برا، السيدات الخاطبة وعتليني هم بكرة الزواج، يعني كل سيدة وصبية عتليني هم شيء. ما في حدا إنسان عايش هيك
إلا إذا كان عايش بشي بجزيرة لحاله، ما بيصير. لازم نحس كل الأحاسيس من دون ما نحس حالنا قلتي. مثلا ريتشارد كان عم يخبر جوال، حبيبتي جوال، إنه كيف أنا تغيرت بالموضوع اللي صار، الفاجعة اللي صارت بلبنان، إنه كيف أول 3-4 أيام أنا كنت إنساني تانية، كنت قاعدة عم بحضر أخبار، واللي هو أنا بحياتي ما حاضرة أخبار، صرت حطه على الإنترنت أحضر أخبار. وحكيت مع ريتشارد وكيونا وقلت لهم أنا هلأ عم بعزي نفسي وعم بعزي حالي، I'm grieving, you need to give me time، أعطوني وقتي، يمكن أخذ يومين يمكن أخذ 5 أيام، بس أعطوني وقتي وما ما تلوموني، أعطوني هذا الوقت لنفسي. ما بدي أقرب عليكم عشان ما تفهموني غلط، بس أعطوني هذا الوقت لحالي to grieve by myself. لأنه بالنهاية كيونا ما عاشت بلبنان إلا كم سنة وكانت بيبي، ريتشارد منه لبناني، ما رح يفهم أنا الأحاسيس اللي أنا عم بحسها، ما رح يفهم الأخبار إذا حضرها، ما رح يعرف شو معناتها نحن ناس معذبين كل حياتنا، مقهورين كل حياتنا. فقد ما قال لي I love you وأنا فهمانك وأنا هيدا، ما رح يفهم هالأحاسيس، ما رح يفهم، لأنه هو ما عاش بحياته، ما بحياته عرف شو معناتها تكونوا قاعدين بالبيت ينزل البيت عليكم، ما بحياته بيعرف إنه إذا الناس كبروا بالعمر ما عندهم ضمان الشيخوخة، ما بيعرفوا إنه في ناس بتنام جعاني لأنه ببلده ما عنده ناس نايمة جعاني. فطلبت منه يعطيني قد ما بدي وقت أقعد لحالي بالغرفة عم بتسمع الأخبار، أعمل تأمل وحس هالأحاسيس، وبس خلص من هالأحاسيس ارجع أطلع وكمل حياتي شبه طبيعية، أقدر مارس حياتي الطبيعية إن كان بشغلي ببنتي مع عائلتي، بس لازم أنا ينعطالي الوقت لعيش هالأحاسيس من دون ما حس بالذنب. نفسي مثل اللي خسر أهله، لو ما خسرت حدا من أهلي، أنا خسرت بلدي، خسرت مدينتي، فأنا من حق بحقلي لو كنت بعيدة عن البلد إني عزي نفسي وحس هالأحاسيس من دون ما أقول أوكي ببيروت صارت، أوكي حضرت 5 دقايق وأنا كملت حياتي، ما بيصير. نفس الشيء هذا بينطبق بحياتنا اليومية، خلي الأحاسيس تحسوها طبيعية. نحن سيدات بيكون عنا الدورة الشهرية، ما بيعقول أنتوا تحسوا حالكم طبيعيين مثل الأيام العادية، بدنا نحس ستريس، بدنا نحس حالنا عم ناكل ونلقمش أكتر، عم نحس المود نازل. خلينا نحس هالأحاسيس من دون ما نليبل أورسلف ونزيد ستريس على حالنا. يعني بعطيكم few examples، لما تكونوا قاعدين بالمكتب إذا شغلكم على الكمبيوتر أو على اللابتوب، حطوا حدكن على الالارم كل نص ساعة، يكون عندكم الالارم عم يذكركن انه انتو لكم قاعدين نص ساعة، قوموا وقفوا اطلعوا على الشباك، شربوا فنجان مي، شربوا فنجان شاي، انزلوا لتحت كزدروا، افتحوا الشباك اطلعوا بالشمس وجربوا تحسوا احاسيس، جربوا تطلعوا بجسمكن تفهموا جسمكن كيف عم بحس، كيف معدتكن، كيف اكتافكن، اكتافكن نازلين ولا واقفين، كيف ايديكم، ايديكم منشفين قد ما عم نحط مطهرات كل نهار وعم نغسل ايدينا، حطوا كريمات، خليكم بالمومنت. حتى لو كنا مشغولين صدقوني ما في اسهل منا نحن السيدات ننسى حالنا، نحط اولادنا بالاول، نحط ازواجنا بالاول، نحط عملنا بالاول، نحط كل شيء اول شيء، جسمي اول شيء، جسمي انا اول شيء، عقلي تاني شيء، وبعدين العالم كله بيمشي. خدوا الوقت لتسمعوا جسمكم شو عم بحس، شوفوا تنفسكم كيف. اول نص ساعة دق الالارم عندكم تفرجوا لبرا، تاني نص ساعة خدوا تأمل وتنفسوا دقيقة، ما عم بطلب اكتر، سكروا اللابتوب وتنفسوا دقيقة. لما يكون عندكم وقت اكتر جربوا تتسمعوا على دقات قلبكم، كيف دقات قلبكم عن جد، really go inside your heart، تسمعوا على قلبكم، دقات قلبكم سريعة يعني انتو ستريس، ولا دقات قلبكم ماشي معكم صح، شوفوا تنفسكم كيف، شوفوا شعركم كيف. خلينا نكون أقرب من نفسنا، وصدقوني يمكن ناس كتير إذا ما فهماني أنا عن شو عم بحكي عن هاي الانرجي and my energy، وأنا عطول بحكيكم بهذا الموضوع my energy and my
my energy around me and the vibes is so important. اتخيلوا قد مهم هذا الموضوع. كل ما بعمل بوست لألكن انتو بتحسوا my energy من دون ما احكي ولا كلمة، من دون ما ألكن ولا شيء، بس حط الورد بتفهموني، بحس كأنكن جيتوا قعدتوا معي. إذا حطيت صفحة من كتاب بعملكن أكل ما بحكي ولا كلمة، ما بطرطق صحون، ما بتشوفوا راسي، بس بحسكن انتو قاعدين معي. I send you the same vibes, same feeling لألكن. فبتمنى لكل السيدات، وما عم بقول بس السيد، بعرف كتير شباب عاملين لي فولو. الشباب بحس عندهم تحكم بأحاسيسهم أكتر بكتير منا نحن كسيدات بكتير، وبشوفها هيدا الشيء من زوجي. زوجي لو شو ما صار بتلاقيه عامل كنترول، بس نحن السيدات عطول إيموشنال، عطول كل شيء هيك بتلاقيه بهزنا، كلمة من هون بتهزنا، شفنا أخبار كمان نتفاعل، شعرنا هر شوي منتفاعل، رمشنا مش ضابط منتفاعل، طلعت الكرشة منتفاعل. امتى سمعتوا انتوا في رجال زوجكم خيكم قال طلع كرشي؟ ما بيقولوا هالحكي، ما بينتبهوا لهالمواضيع، ولأنه ما بينتبهوا عايشين حياة صحية أكتر مكتير من نحنا السيدات. طلع لي ستريتش مارك، طلع لي شوي شعرتين هون بدي أعمل ليزر. عم تتخيلوا نحنا قدي حاملين السلم بالعرض؟ عن جد تتخيلوا؟ فأنا لما كنت هالقد مهووسة بهالأمور من 8-9 سنين، هلأ ما بقلكن الجمال والترتيب والسكين كير كله مهم بعده بالضبط عندي، بس اللي تغير نظرتي لهالموضوع وطريقة شغلي. أنا ما عم بقول ما تهتموا بحالكن، أنتوا بتعرفوا قدي أنا بهتم بنفسي، بهتم ببشرتي، بشعري، بجيم، بأكلي، بكل شيء، كل شيء مهم عندي. بينما بطلت اتحمل ذنب، بطلت اعتل هم اذا اوكي في ستريتش مارك هون، ما رح غير هذا الشيء. عندي تشققات جدا طبيعي، وحكيت بهالموضوع قبل معكم انه انا من النوع جلدي ناشفه، قد ما بحط كريمات عندي نوعيه جلدي ناشفه. فلما حملت وولدت يعني كان بعدني بثالث شهر تشققات كانت على كل معدتي، ما بعتل هم ليك، وحتى بارجيهم يعني ما عندي مشكله. فصار عندي تقبل الذات وبحب حالي كتير أكتر ما بتتخيلوا. مش بحب حالي كغرور، وحكيت قبل بس يمكن يكون في سيدات وشباب بجداد عاملين لي فولو. بحب حالي مثل ما أنا، شوي زيادة كرشي زيادة لاين، من دون ما حمل حالي علق شوي اللايف كل مرة على فكرة هيك بيعمل فينا. ما بحمل حالي زن، بس بعمل سكاجول، بقول أوكي شوي صار ترمي البوتوكس بحطه عندي على السكاجول وبنسى الأمر، بطل فكر فيه. بعرف أنا الألارم رح يطلع عندي بعد شي 20 يوم إنه عندي بوتوكس، فنش خلص، مش بضلني بفكر بالأمور وبضلني عم فكر إنه أوكي طلع لي نزل لي عمل. ما تنسوا نحن عنا بالبلدان العربية في هيدي النظرة كتير كتير كتير، انه ايه طلع لك عمل لك ايه كنت احلى شوي، مش نصحاني؟ نصحاني حبيبتي صح؟ عرفتوا هيدي لوحدة بليز ما تخلوا هيدا الشيء ابدا، مش بس يأثر عليكم، ما تخلوا هيدا الشيء يكون انتو جاذب. في سيدات هم جاذب لهي الامور، يعني بيسمحوا للناس يعطوا رأيهم، مش مسموح مين ما كان يكون، لأم، لأختك، لحماتك، لزوجك، لخطيبك يقلك إذا نصحاني، ضعفيني، دينتك بدها حلقة تانية، ما حدا قلو دعوة. أنت بتعرفي حالك، أنت بتحبي حالك مثلك مثل ما أنت. إذا زوجك ما حابب شي فيك هذا شي بيرجع له، أنت بتربي حالك، بتزبطي حالك، بس ما نسمح هذا الباد أنرجي، لأنه صدقوني أنتوا بتفتكروا حالكم ما زعلانين أو ما عم تفكروا فيها، بس بعدين بالليل أنا بعرف بتفكروا فيها وبتبلش الاسترس وبيبلش الشغلات. فلو سمحتوا إذا بدي أعطيكم بس شغلة صغيرة من هيدا اللايف، عم بعلق موبايلي جوال أم لايف مد إيلي معلق هلأ قلولي لحظة لشوف الوضع. قلوا لي معلق ولا صرت اوكي رجع؟
ماشي الحال. اوكي سو فكنت عم بقولكم شغلي وحده خدوا من هيدا اللايف، حتى من بعد هيدا اللايف تفرجوا وتسمعوا وغمضوا عيونكم وتسمعوا على جسمكم قبل عقلكم. عقلكم صدقوني رح ياخدكم محلات ما لازم تروحوا لها. تسمعوا على جسمكم كيف، شوفوا كيف حاسين، كيف جسمكم مرتاح. اوقات عقلكم بيعطيكم السيجنال الغلط لانه بتكونوا ستريس، بتقوم بتفتكروا بتكون اكل وبتكون شيء، هو يمكن لا جسمكم منشف شوي، بتكون كباية مي وبترجعوا طبيعيين. اعملوا مديتيشن قد ما فيكم، تأمل لو دقيقة لو دقيقتين بالنهار. عندي بالمكتب عندي المات تبعيت اليوغا، بخليها جنبي والألارم الساعة 2 لما بيجي بعرف حالي انه انا بقوم وبقعد يعني بخلال النهار. على الساعة 2 بفتح المات تبعيت اليوغا وبعمل يوغا بس 10 دقائق بالمكتب، بس هيك تو ميك ستريتشينج وحس هيك جسمي شوي رجع ستريتش من القعدة بالمكتب حتى لو كنت بقوم كل نص ساعة. سو بليز حبيباتي، بالأخص هلأ مش بس نهتم بالأكل، نهتم بصحتنا الجسدية والعقلية. وبتمنى لكم نهار سعيد، ورح ننزل هيدا اللايف على اليوتيوب. وبليز ما حدا ينسى انه تهتموا بحال هيدا اللايف على اليوتيوب. وبليز ما حدا ينسى انه تهتموا بحالكم. وكل الناس عندها مشاكل، ما تفتكروا بس انتو، صدقوني كل حدا عنده مشكلة بحياته، بس كل واحد بيتحمل المشكلة بطريقة غير. فبتمنى لكم عن جد نهار سعيد، وما بتمنى لكم إلا الصحة والعافية هلأ، لأنه بحاجة كلياتنا للصحة هلأ، ونهتم بس بصحتنا، هيدا أهم شيء صدقوني. I thank you for today، ورح نزل على اليوتيوب وبأمان الله.